في شتاء عام 1991 نفذ العراق هجمات بنحو 43 صاروخ سكود على إسرائيل، معظمها على مدينتي تل أبيب وحيفا. وتزامنت هذه الضربات الصاروخية مع بدء حملة القصف الجوي في حرب الخليج الثانية عام 1991. بعد 30 عاماً وتحديداً في يناير عام 2021 أفرجت إسرائيل عن وثائق سرية كشفت عن مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات بصواريخ عراقية أطلقت على إسرائيل أثناء حرب الخليج الثانية عام 1991. فما هي تفاصيل هذه الوثائق؟ لقد كشفت هذه الوثائق عن أسرار الخسارة القاسية التي بقيت طي الكتمان لثلاثة عقود، فعدد قتلى ذلك الهجوم بلغ آنذاك 14 إسرائيلياً، في حين أن الحصيلة المعترف بها رسمياً لا تتجاوز 2، وكانت بعض وسائل الإعلام الغربية ترفع العدد إلى 3 أشخاص. كشفت إحدى الوثيقتين تفاصيل تلك الهجمات والتقديرات العسكرية، وأوضحت الآلية التي أطلقت فيها صواريخ سكود من العراق. لكن ما يلفت الانتباه في تلك الوثائق هو غياب الدقة في الإحصائيات المختلفة، وهو ما اعتبرته الصحافة الإسرائيلية والعالمية مثيراً للشكوك وغير مفهوم. وتسرد الوثائق أن القصف العراقي استمر منذ يوم 18 من كانون الثاني حتى 25 من الشهر ذاته. أطلق العراق خلالها نحو 43 صاروخ سكود في 18 وابلاً على مدار 39 يوماً بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي. وفي مقال لصحيفة The Times of Israel في كانون الثاني عام 2021 قالت فيه إن الحصيلة الإجمالية للرشقات الصاروخية كانت 14 قتيلاً إسرائيلياً، مخالفة بذلك إحصائيات وزارة الخارجية التي قالت إن عدد القتلى فقط هو 2، في حين توفي 4 أشخاص بسبب نوبات قلبية و7 أشخاص للاستخدام الخاطئ لمعدات الحرب. وعلى صعيد الخسائر المادية، أنكرت المصادر الإسرائيلية آنذاك أن تكون 9 من الضربات الصاروخية قد خلفت أضراراً في الممتلكات، لكن صحيفة معاريف الإسرائيلية دحضت هذا الادعاء وأكدت أن أكثر من 3800 شقة تضررت. ووفقاً لوثائق الجيش الإسرائيلي، فإن الجبهة الداخلية بقيت عاجزة عن الرد أو اعتراض الضربات الصاروخية العراقية، والدفاعات الجوية الإسرائيلية الأمريكية لم تعترض الصواريخ إلا في الضربة الثالثة. وبحسب المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية فقد أطلق 27 صاروخ باتريوت على الصواريخ العراقية دون الإفصاح عن نجاح هذا الاعتراض أو فشله. المتابع لهذه التصريحات المتضاربة وغير المتسقة سيكتشف أن هناك الكثير من الأسرار والحقائق يحتفظ بها الأرشيف العسكري الإسرائيلي والتي لم تروى، لتبقى شهيدة على تلك المواجهة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.